لأهمية منفذ الشلامشة توجيه السيد المحافظ أن يتم إكماله بأسرع وقت وبشكل يعني محترم يليق بأهل البصرة. على هذا الأساس تم عقد هذا الاجتماع اليوم، يعني بحضور الجهات كافة، الجهة المستفيدة هي منفذ الشلامشة وأيضا عقارات الدولة وأيضا قسم المشاريع التخطيط، وأيضا هنالك يعني فريق المتابعة من مكتب رئيس الوزراء حضر أيضا لهذا الاجتماع واطلع على كل التفاصيل. أيضا الشركة المنفذة يعني هي طبعا جادة في موضوع التنفيذ ومتابع للسيد محافظ بشكل مباشر مع هذه الشركة، وأيضا الجهات المستفيدة هيئة المناطق الحدودية، كلها يعني منصبة جهود لغرض البدء بمشروع إنشاء منفذ الشلامشة. إن شاء الله يعني كل المشاكل تم حلها، وأيضا المقتربات وأيضا المحرمات فكلها يعني تم مناقشتها ومعالجتها. الآن إن شاء الله سيتم البدء لغرض إنشاء هذا المنفذ، وإن شاء الله سيكون منفذ نموذجي وفق مواصفات يعني كبيرة تتناسب مع حاجة المحافظة لهذا المنفذ.